بإذن الله اللي تشكروني عليه. تخيلوا العرض، عارض من الآخر، الساعة هذه ضمانها 5 سنوات ب299 ريال، يجيك معاها 4 كيابل آيفون، وأيضا الكيابل ضمانهم 5 سنوات ب299 ريال. خلص العرض ما خلص، لو ضفت على ال299 150 ريال فقط يتدبل العرض. يعني أنت وزوجتك، أنت وأخوك، أنت وأختك تتشاركون مع بعض 299 وتضيفون عليها 150، كم يصير المجموع؟ يصير المجموع 449 ريال، تأخذون 2 ساعة و8 كيابل آيفون بضمان 5 سنوات. والله شيء، والله شيء، والله كل شيء جاي بالعرض طوي. اللي مو بجاي وجودك يا أمي، أنت هذا أنت والله متسوي إعلان لازم تقوم. لا والله ما تقوم، والله ما تقوم، أقول لك لا لا تمسك سامي. لا بقصك خلاص ما بيها.